بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السويدي آن ليندي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في الجانبين السياسي والأمني، إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية في العراق وإجراءات الإعداد للانتخابات المقبلة. وأكد وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة وزير الخارجية العراقي في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الخارجية الدول أو دول الاتحاد الأوروبي أهمية السويد كونها تستضيف جالية عراقية كبيرة، وتلعب الجالية دورا مهما في الحياة الاجتماعية والسياسية في السويد، معربا عن شكره للمملكة على الدعم الأمني والعسكري الذي قدمته للعراق بنى حربه على الإرهاب في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابية.